على ميثاق بين النقابات والاتحاد المغربي للشغل ولا سي جو ام الجمعية المغربية لمقاولات المغرب حول القضايا المتعلقة بالهجرة ومتعلقة بحماية الحقوق ديال المهاجرين في المغرب. كما كتعرفوا المغرب من بعد ما كان بلد كيهاجروا منه المغاربة الآن أصبح كي يستقبل عدة مهاجرين من جنوب الصحراء ولاو كيستقروا في البلاد ديالنا وبغينا باش نقدموا لهم الحماية باش نحميو الحقوق ديالهم هما والعائلات ديالهم. وتم من بعد واحد المسلسل ديال المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية إلى هذا الميثاق اللي كي يهم اللي غادي نحاولوا نحققوا به نحميو الحقوق الاجتماعية والحقوق في العمل والحقوق في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذن هذا كاين التزامات من طرف الشركاء كلهم باش العامل المهاجر يعامل كالعامل المغربي وما نستغلوش الفرصة ديال ديال الأزمات ويكون أقل حقوق يستفد من أقل حقوق من طرف أرباب العمل بصفة خاصة. إذن هنا التزام معنوي اللي كنتمناه وغادي يوفر شروط ديال العمل اللائق للمهاجرين والعائلات ديالهم في المغرب. علي السرحاني عضو اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولة المغرب. اليوم دينا الميثاق لاتخاذ الحماية ديال المهاجرين وما يسمى بالميغرون اللي غيتوجي هنا في المملكة المغربية. اللي هما كتعرفوا تمام بعد الاستراتيجية الوطنية اللي كانت دارتها المملكة في 2013 اللي عطتنا بزاف ديال الحوايج مزيانين في الخارج وفي الوطن اللي جعلتنا نعرفوا سميتها لا بروفوندور ديالنا حنا نعرفوا الناس اللي عايشين معنا. ما نساوش حاجة مهمة أن المواطن والمواطنات ماشي غير الواحد اللي عنده الجنسية المغربية، كل من يتواجد في هذا البلد العزيز هو راه مواطن ديالنا وخصنا نحميو الناس اللي كيكونوا عندنا. لان ما تنساوش حاجه مهمه الله يجازيكم بخير، ملي كتكلم على مهاجر ما تنساش بانك عندك سفير في المملكه المغربيه. هاد السيد ولا هاد السيده اللي كيرجع للوطن ديالو راه كتكون لا المعامله كانت مزيانه لا كيكون سفير ديال المملكه المغربيه سفير اذا صح القول من العظماء. وانا لا اتكلم عن فراغ لان هاد الشيء عشته، مشيت بزاف الملتقيات الدوليه وفيما كنتكلموا على قضيه ديال الهجره. انا ما نكذبش عليكم هذه 5 اشهر كنت في بروكسل وباريس وفي منطقه شي ديال الهجره تكلموا فيما كنتكلموا على شي ديال الهجره. المغرب كان مثال كبير. انا ما كنقولش لكم باننا حنا عندنا كيف كيقولوا الجنه ولا عندنا شي حاجه بحال هكذاك، لا بالعكس، ولكن الجهد اللي كنديروا المملكه اللي كتدير الجهد وهادشي كثير ولا مثال كبير وهذا الشيء راه مزيان. انا كيف قلت قبيله ما تنساوش ملي كنقول لكم علاش مزيان، لان كتعطي واحد النظره مزيانه ديال المغرب في الخارج وهاد النظره مزيانه خاصها تبقى غادي عليها لان من السيام ديال 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 المغاربه بدون لغه الخشب. كيف كيقولوا في الماركتين كاين سكون ابيل لا مارك امبلويير. شنو هي لا مارك امبلويير؟ ملي كتكون الشركه عندها واحد الشهره عظيمه وهذيك الشهره عظيمه كيسموها لا مارك امبلويير. كاين دابا اليوم ما يسمى لا مارك بي. لا مارك بي شنو هي؟ كتكون سمعه مزيانه ديال البلاد واحترام القانون، لان كامل كتحترم القانون في شي بلاد وكتحترم القانون ديال الجميع، ما كاينش شي واحد فوق الاخر، وكتقنن كتحاول تدير ما هو اللي يقدر يمهد لذاك الشيء. وهذا الشيء اللي درنا اليوم، لان هذا الشيء اللي كتشوفوا اليوم الا البدايه. واتحاد عام المقاولات بكل صراحه كنتبعوا الخطوات اللي كيديرها صاحب الجلاله والحكومه ديال صاحب الجلاله فيما يخص هذا الشيء ديال الهجره. علاش كنقول لكم هذا الكلام؟ لاننا كتكون واحد النظره، كتكون واحد الاستراتيجيه، حنا نعرفوا واش كاين. وما تنساوش حاجه مهمه، لما نتكلم عن القطاع الخاص، القطاع الخاص الجنسيه الوحيده اللي كيعرف هي الكفاءه، ما كيعرفش شي جنسيه اخرى. لان القطاع الخاص ملي كتدخل شي حد ولا تخدمو عندك واخا يجي حتى من المريخ ولا يجي حتى من القمر ما يهمش، لا عنده الكفاءه اللي غادي يقدر يعطيك انت تاخذها. اكثر من ذلك لما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن البلد.
ما تنساوش بان بزاف ديال المهاجرين، الكثير من المهاجرين جاوا معاهم الكفاءات، ما نشوفوش ديك النظره، كاين اللي كيشوف ديك النظره سلبيه، وهذوك الكفاءات ديالنا جعلونا اننا تحنا نستافدوا منهم ونتعلموا منهم. وحاجه اخرى اخرى، وهذا شيء مهم جدا، بعد الرجوع ديال المملكه المغربيه للاتحاد الافريقي ومن بعد هذا الشيء ديال الهجره، عاد عرفنا اللي نقدر نقول لكم داك لا بروفوندور افريكان ديالنا، وهذا الشيء هو اللي كيفرح، وهذا الشيء شيء مهم. والله يجزيكم بخير، هذا الشيء اللي كنبغي نقول، ما تنساوش الشيء المهم، لا عندنا حنا المهاجرين وعندنا بزاف ديال الناس هنا اجانب، ما نساوش بان عندنا وليدات وعندنا بنيتات تما في الخارج، تما كيخدموا في المهجر، ونبغيو بان المعامله تكون بالمثل، يعني حنا اللي نبغيو لولادنا نبغيو لولادنا في البلدان. وما تنساوش الا مشيتو غير عبر القاره ديالنا حنا، ملي كتسول المواطنين اللي عايشين تما، استقبال عظيم ودايرين بحسابهم والى غير ذلك.